لولي الحية لولي عمر وعبير مربوطين وغرقانين بالسلايم تعالي نظفي بسرعه يا خبر يا خبر مين اللي عمل فيكم كده فكيهم يا لولي لحد ما نضف السلايم ده البيت اتبهدل على الاخر خالص خالص, خالص انا ماية أز... انا ماية بتاعي لولي يا جماعه شاريه النهارده حاجات جديده جميله وعايزه كمان تفرجكم عليها كلها كلها يلا يا لولي علشان نفرجهم على حاجاتك الجميله اول حاجه يا جماعه اه بصوا هي فكت عمر وعبير ودلوقتي بقى هتوقفهم كده وتوريكوا بصوا يا جماعه جايبه كده بتاع ده اسمه ايه سلايم بكل الالوان برتقاني اصفر ازرق واصفر وبرتقاني تاني وفي الوان تانيه لسه لولي هتجيبها دي اول حاجه لولي جابتها وجابت كمان الانسان الالي ده بصوا يا جماعه بيجري بسرعه رهيبه بصوا لو عملتو كده وجري ممكن يوصل لحد اخر البيت وكمان يا جماعة البتاع ده ممكن يعمل لكم كل الطلبات اللي انتوا نفسكم فيها صح يا لولي صح يا ماما بيعمل لنا الطلبات اللي فيها يعني عارفين ده لو قلت له روح هات لنا نش... اشرب بيروح يجيب ازازه الميه اللي في المطبخ اهو يلا يعني ده الانسان الالي صاحب لولي وبتحبه جدا جدا ولولي على فكره لو ولولي طلبت منه علبه مكياج وجابها لها ولولي هتوريها لكم حالا اقعدي هنا يا جنة على السرير لحد ما لولي تجيب علبه المكياج انت وايه يلا يا لولي ورينا يلا يا جماعه شايفين افتحي يلا يا لولي واو شايفين شايفين واو الله جميله بصوا بتتفتح ازاي شوفوا الجمال شوفوا الحلاوة واو الله الله تحفة حلوة جدا مم. الله شايفين يا جماعة فيها كل الألوان وفيها مونيكير وبرفان لا ده مش برفان ده بيتحط بي... هنا ده اه وكمان يا جماعة روج أحمر روج تاني أحمر و... وإيه دي بقى يا لونها أزرق فرشة علشان تحطي بيها وروج تاني تحطي بيها إيه يا ماما تحطي بيها يا حبيبتي من ال... من الأي شادو ده ده اللي هو ده, ده. كل الالوان اه اه يلا بقى يا جماعه احنا طبعا هنجيب عروسه جديده برضو دي جديده يا جماعه لسه جديده وبص معايا الجزم قد ايه بصوا يا جماعه جاي معاها جزم قد ايه تيجي نجرب عليها الجزم هي لابسه جزمه دلوقتي بيضه تيجي م. نشيل الجزمه البيضه ونلبسها جزمه بامبي بصوا يا جماعه الاول فستانها شوفوا الشياكه شوفوا الجمال احمر كتير لان لولي بتحب الاحمر شايفين يا جماعه لا. اللي بيلمع ده في الفستان وشوفوا الفستان ادي بقى يا لولي ده مشط ومرايه جايين معاها برضو علشان تسرح شعرها وستتنا عشان الشعر اه شعرها طبعا اصفر وحرير وجميل وشيك قوي بس, بس انا مش وشها مش عاجبني لولي بتقولي ان وشها مش حلو بس انا بقول ان وشها حلو يا ريت يا جماعه تكتبوا في التعليقات انا اللي ذوقي احسن ولا ذوق لولي العروسه دي جميله وفي عروسه تانية بقى انا معايا لعبه مملوكه جدا اوريها لكم اه بس استني يا لولي احنا عايزين نقول لاصحابك العروسه دي احسن ولا العروسه الثانيه اللي انا هجيبها دلوقتي حالا <applause> لمي بس المكياج بتاعك ده لحد ما اطلع العروسه الثانيه من العلبه الجديده وهم يقولوا يلا اه يلا انا ج انا بقول العروسه اللي هنا دي احسن وانتي اللي هنا دي اه <applause> بصوا يا جماعه اهي جت اهي بسم الله بصوا يا جماعه دي الثانيه دي <applause> بصوا 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 بصوا, بصوا. بصوا وشها بصي انا هلاقي ادي اهي اول واحده وتاني واحده اهي يا جماعه اهو هنقعدهم بصي بصي انا الجزمه دي واجيب الجزمه الثانيه لا يا لولي سيبيها بجزمتها هي جايه لابسه جزمه انت تخلعيها الجزمه ليه؟ احنا عايزين نشوف انهي فستانها اشيك ده مسابقه مين فيهم احسن؟ ما فين أهو؟, اهو يا جماعه العروستين جنب بعض انا بقول اللي دي احلى وانا اللي بتقولها دي احسن بصوا يا جماعه وشهم مين فيهم وشها شكله احسن دي. بس اللي دي اطول دي لا امم وديت ديت خلعتها قالوا ج... خلعت يا جماعه جزمتها وهتلبسها دلوقتي جزمه هنشوف ذوق لولي جبتي جزمه عن... اه جزمه بيك? بوت ده يا لولي بوت بوت مم. يعني ايه بوت يعني طويله لها رقبه زي الثانيه دي كده لا مش طيب لبسيها احسن جزمه على ذوقك يلا وريني كده الله اللون ده شيك قوي. بس بصي انا عايزه اجرب عليها الاصفر اصفر؟ امم الاصفر هيبقى حلو لون كده مطرقع كده اشوف كده في رجليها وه... ايه مش على قدها؟ ومش على قدها خلاص لبسيها اي جزمه على قدها بصي انت بصي اسمك بصي ايه؟ ماشي هي... <applause> دي اسمها ايه؟ دي اسمها ايه؟ لولي بلاش تنكشي شعرها انت كده سرحت لها شعرها ونكشتيها لا يا لولي ارجوكي ارجوكي لا 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 لسه انت جديده بقى لسة برفين. ماشي حطي اللي انت عاوزاه من غير ما تنعكشي شعرها دا ايه ده كريم ده كريم وريني وبرفان وريني وانا هقولك جاي معاها ايه وفرشه بس الحاجات دي المفروض انك تفكيها يا لولي ازاي يعني المفروض ايوه تكسريهم كده وتفكيهم هما جايين مع بعض بس انت تفكيهم في البيت كده هيبقى معاكي كذا قطعه بصي كده بقت فرشه اهي فك جامد جامد يا لولي انت مش بتاكلي ولا ايه لازم تتغذي يا لولي انت جامد خالص ممكن انا اساعدك ساعدك بس عمر زعلان منك ليه عشان جبت كل الناس هدايا وهو لا مع ان هو كان طالب منك عربيه جديده ليه ما جبتلوش حد هجيب له احلى عربيه وكمان بيجيب معاها وش طب انا عايز عربيه يا لولي ارجوك بصي احلى عربيه <applause> الله الله دي عربية بوليس كمان مبروك يا عمر الف جنيه. العربية دي بألف جنيه اه الله يلا يا عمر يلا افتحيها كده عشان نتفرج عليها يلا لولي بتطلعها لك اهي يا عمر من الكيس بتاعها لازم يكون فيها كيس يلا يا لولي لولي طلعتها اهو واو جميلة شوفوا يا جماعة بصوا عربية بوليس لولي شد الحبل اللي فيها من ورا كده جامد جامد سيبي بقى سيبي بايظة مش اشتغل بس هي مش نورت كمان مرة كده قالوا لي كمان مرة طيب استني كده لما بس نجرب اللي لونها لا لا مش ترميها مش ترميها لا يا لولي هتكسريها تعالوا بقى نجرب الخضرة يا جماعة عشان احنا كنا جايبين عربيتين انا عايز العربية خد خد واحدة خضرة اهي يلا شدي العربية الخضرة كده ايه ده دي بتعمل صوت اكتر اه ايه رايكم يا جماعه بصوا العجله بتاعتها بصوا الله جميله اه يا لولي يلا يا جماعه بقى عايزينكم بقى ايه تكتبوا في التعليقات مين اكتر هديه عجبتكم السلايم انا مش خدت ما انت خدت خدي علبه المكياج دي ولا علبه المكياج ولا العروستين الحلوين الجداد الجمال دول وما تنسوش طبعا الجزم الكتيره واهم حاجه العربيات بتاعت عمر كان في عربيه برتقالي بس انا مركز دي اه يلا بقى يا جماعه ما تنسوش تعملوا لايك 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 لقناه عالم دهب لا عشان قناه عالم دهب بتحبكم كتير 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 يلا باي مع السلامه باي مع السلامه اصحابي مع السلامه مع السلامه باي 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 باي, باي. اعملوا لايك للولي علشان قناه لولي بتحبكم ولولي كمان بتحبكم صح بتحبيهم اه قوي اه قولي لهم يعملوا لك اشتراك ماما انا عايزة ابدل فستان ماشي يلا باي